اختار ان هو يكون محتلا، اذا ما يكون اسمه لي مهدي. اذا كنا دينا ليمينولوجي، علم المناعة، تحددنا خلاله على الجراثيم، وتحددنا بعد الفصل ولا المحور الموالي تكلمنا على المناعة الطبيعية، وتكلمنا بعدها على المناعة النوعية، شفنا فيها الخلوية والخلطية. غادي نقوم بواحد بعد الفيديو نعطي واحد المراجعة. دابا غادي نمشيو للفقرة الموالية اللي هي أصل الخلايا المناعية والتعاون المناعي. أصل الخلايا المناعية والتعاون الخلوي، يعني أين يتم إنتاج هذه الخلايا المناعية اللي تعرفنا عليها، وكيف يتم التعاون الخلوي، إذا التعاون المناعي. إذا تلعب الخلايا المناعية دورا أساسيا في الاستجابة المناعية النوعية. فما أصل هذه الخلايا؟ إذا شنو الأصل ديالها؟ وما هو طبيعة العلاقة بينها أثناء حدوث استجابة مناعية؟ وشنو هي العلاقة اللي كتقوم بيناتهم خلال استجابة ملي كيوقع واحد الغزو جرثومي؟ إذا النقطة الأولى هي أصل الخلايا المناعية. أصل الخلايا المناعية. إذا الوثيقة الموالية كتبين الأعضاء الليمفاوية في جسم الإنسان. هنا غنستخرجوا غتقوموا بالاستخراج مكان تشكل ونضج ووجود الخلايا المناعية. إذا نشوفوا الوثيقة. إذا عندنا الوثيقة فيها مكان تجميع الخلايا المناعية ومكان تكون ونضج الخلايا المناعية. إذا المكان ديال التكون والنضج عندنا فيهم النخاع العظمي، النخاع العظمي ديال العظام الطويلة. إذا هنا المناطق اللي كتكون فيها الخلايا المناعية وكتنضج، كنقولوا أنها كتاخذ الكفاية المناعية ديالها. إذا عندنا النخاع العظمي هنا كتكون، وفي الغدة عندنا كذلك الغدة السعترية على هذه المنطقة، هذه كان عندنا ما يسمى العقدة الغدة السعترية. فالغدة السعترية كيتم إكمال كما نشوفوا الكفاية المناعية ديال الكريات الليمفاوية تي. إذا شفنا تعرفنا على الكريات الليمفاوية تي، الكريات الليمفاوية تي كيتم إنتاجها في الغدة في النخاع العظمي، وكيتم إكمال الكفاية في الغدة السعترية. وعندنا المكان ديال التجميع كما نقولوا بحال نقولوا داك نقولوا في الجند في العسكر كما نقولوا القشلات القشالي، مكان تجمع الجند. اذا مكان تجميع الخلايا المناعية اللي هما عندنا اللوزتان، كتعرفوا اللوزتان هما الحلاقم كيكونوا مع حدا الحنجرة. عندنا العقد الليمفاوية، اذا العقد الليمفاوية كيكون واحد الكويرات، واحد الكويرات على مستوى مختلف مناطق من الجسم، على مستوى خصوصا العنق، السواعد، كما نقولوا الحوض. كما كتشوفوا الحوض كيكون عندنا مجموعة ديال العقد الليمفاوية كنشوفوهم. وعندنا الطحال، الطحال بالدارجة، الطحال حتى هو كيكون فيه مكان لتخزين الخلايا الليمفاوية، الخلايا المناعية. وعندنا صفائح بيير، صفائح بيير. إذا هادو هما الأعضاء المناعية. إذا نديرو الملخص ديالنا. إذا يتكون الجهاز الليمفاوي، اللي هو الجهاز الليمفاوي هو الجهاز المناعي، من أعضاء يتم فيها تكون ونضج الخلايا المناعية. الجهاز الليمفاوي أو الجهاز المناعي كيتكون من أعضاء كيتم تكون فيها ونضج الخلايا المناعية، اللي هو مشكون النخاع العظمي، اللي هو مكان إنتاج الخلايا المناعية. إذا خصنا نعرفوا مزيان أن
هذا شو هو النخاع العظمي؟ اذا كنشوفوا هذا العظم الطاوله، النخاع العظمي هو واحد هو داك كما نقولوا القلب ديال هذا العضو. القلب العضو تما كيتم انتاج هذا المستوى، كيتم انتاج الكريات الدمويه والخلايا المناعتيه، اذا مجموعه من الخلايا كيتم انتاجها على هذا المستوى هذا. اذا كيتم انتاج الخلايا المناعتيه ونضج الكريات اللمفاويه بي، اذا تما كتنضج الكريات اللمفاويه بي وكتكون قادره على انتاج مضاد الاجسام، كتولي بحال خدات الكفايه المناعيه ديالها وكتقدر تنتج لنا داك البروتينات اللي هي مضادات الاجسام اللي كتقدر تصدى بها للجراثيم اللي كتكون خارج الخلايا. وعندنا الغده السعتريه، والغده السعتريه هي مكان النضج لللمفاويه تي، كتكون قادره على القضاء على مولد المضاد، كتكون قادره على القضاء على مولد المضاد هذا الليمفاوي تي. وهذا القضاء ديال مولد المضاد كتسمى السميه الخلويه، اذا كتكون قدات دير السميه الخلويه، اذا كتقدر تقضي على الخلايا المعفنه او الخلايا السرطانيه بما يسمى السميه الخلويه سيتوتوكسيسيتي، يعني كتكون قادره على انتاج واحد السوائل ولا مواد كتقدر تدير ثقب في الخلايا. وعندنا اعضاء يتم فيها تجميع الخلايا المناعتيه، اذا الخلايا المناعتيه اللي كتكون صبحات جاهزه على مستوى النخاع العظمي او الغده السعتريه كيتم التخزين ديالها، كتخبع كتخزن في الغدد العقد اللمفاويه او لا في اللوزتان او لا الزائده. دابا نشوفوا الفقره المواليه اللي هو التعاون الخلوي. التعاون الخلوي، اذا واش السؤال واش هذه الخلايا كتشتغل بمعزل عن الاخرى؟ واش هي الكريات الليمفاويه تي كتخدم بوحدها، الكريات الليمفاويه بي كتخدم بوحدها، البلعاميات اللي يعني البلعاميات كذلك واش كتخدم بوحدها؟ اذا هنا غنشوفوا واش هناك تعاون ام لا. اذا لهذا الغرض كندير واحد النشاط اللي هو كنخدعوا مجموعه من الفئران للتشعيع. اذا شنو هو التشعيع؟ التشعيع هو عمليه غتمكننا من تدمير الكريات الليمفاويه. اذا غنخدعوا نجيبوا هاد الفئران غادي نقولوا نديروا لهم تشعيع، بعد التشعيع غادي يتم تدمير الكريات الليمفاويه، بعدها تزود كل مجموعه بكرياتها الليمفاويه. اذا غادي بعدها نعطيوها الكريات الليمفاويه ديالها التي اخذت منها قبل التشعيع، وغنعطيوها الكريات الليمفاويه ديالها قبل من التشعيع اللي خدينا لها قبل من التشعيع، وكنحقنوها بعد ذلك بزرع جرثومي، كنعطيوها جراثيم يعني هو مولد مضاد، كنحقنوها بمولد مضاد. وكنشوفوا هذا الجدول اسفل، نشوفوا الجدول ديالنا. اذا نشوفوا التجارب، التجربه الاولى كنديروا تشعيع، كنديروا حقن زرع جرثومي، وكنحقنوها باللمفاويات بي، كنحقنوها باللمفاويات بي، كنردوا لها اللمفاويات بي ديالها كنعطيوهم لها. النتائج عدم انتاج مضادات الاجسام، عدم انتاج مضادات الاجسام. وهنا خذوا الملاحظات ديالكم، اذا شكون اللي كينتج لنا، اذا من فقره سابقه شكون اللي كينتج لنا مضادات الاجسام؟ من ينتجها؟ نعم انها الليمفاويت بي، الليمفاويت بي هي اللي كتنتج لنا مضادات الاجسام. هنا ما تمكناتش الليمفاويت بي من انتاج مضادات الاجسام، اذا لماذا؟ السؤال، التجربه الثانيه كنديروا تشعيع، كنضيفوا كنحقنوا بخلايا سرطانيه، وبعد ذلك كنحقنوا الليمفاويت تي 8، كنحقنوا الليمفاويت تي 8. النتيجة عدم إنتاج الليمفاويت تي 8 القاتلة. إذا هنا كتكون الليمفاويت تي
ما كتكونش جاهزة وكتصبح جاهزة. ملي كتكون تصبح جاهزة كتسمى تي 8 القاتلة. وكنعرفوا أن الخلايا السرطانية حيث الخلايا السرطانية يقدر أي شخص يتعرض خلايا سرطانية وجسم الإنسان كيتصدر لها طبيعي، كيتصدر لها عن طريق ماذا؟ كيتصدر لها عن طريق اللمفاوي تي 8، حيث كنعرفوا أن التي 8 القاتلة كتصدى لها عن طريق ما يسمى السمية، كما شفنا سابقا السمية الخلوية اللي هو كتصدى لها مباشرة، كتكون خلية معفنة أو خلية سرطانية، يعني كتكون خلية أو جراثيم اللي هما فيروسات أو بكتيريا دم خلوية، كتكون يعني هاد الخلايا هاد المولدات المضادة كتكون داخلة كتدخل في وسط الخلايا الحية، اكيد مضادة الاسم ما كتكونش توصل لهم، بالتالي كتدخل شكون تي 8. تي 8 كتقضي على كل شيء، على الكل، كتقضي لنا على الخلية وكتقضي كذلك على الفيروس اللي كيكون داخل هاد الخلايا، او لا في حالة اخرى ديال الخلايا سرطانية، اذا كانت خلية سرطانية نفس الشيء كتقضي عليها مباشرة. لكن هنايا هاد اللمفاويت تي 8 ما تقضتناش على الخلايا السرطانية، لأنه لم يتم إنتاج تي 8 القاتلة، ما تمش إنتاج تي 8 القاتلة، وبالتالي ما تمش القضاء على الخلايا السرطانية. إذا لماذا؟ مع العلم أنها كان عليها تقضي على الخلايا السرطانية. المرحلة الثالثة درنا التشعيع، حقنا اللمفاويت بي واللمفاويت تي 4، ودرنا حقن زرع جرثومي، حقنا زرع جرثومي. النتيجة إنتاج مضادات الأجسام. إذا ها هي هنايا في هذه الحالة عطتنا إنتاج مضادات الأجسام، تم إنتاج مضادات الأجسام. إذا عندك فوقاش وقع إنتاج مضادات الأجسام؟ من طرف من؟ من طرف اللمفاوي تبي، حيث حنا كنعرفوا أن اللمفاوي تبي اللي كتعطينا مضاد الأجسام. متى تم إنتاج مضاد الأجسام؟ من طرف اللمفاوي تبي والقضاء على الزرع الجرثومي، مي كانت اللمفاويت تي 4 موجودة. إذا هذا هو حنا كيبان لنا التعاون المناعي، إذا خص تكون اللمفاويت بي معها اللمفاويت تي 4 باش تقدر تكون اللمفاويت بي تنتج لنا مضادات الأجسام ويتم القضاء على مولد المضاد. الجيبة الرابعة والأخيرة، كنحقنو اللمفاويت تي 4 بعد التشعيع زائد اللمفاويت تي 8، وكنديروا حقن الخلايا السرطانية، حقن الخلايا السرطانية. في هذه الحالة تم إنتاج اللمفاويت تي 8 القاتلة، تم إنتاج اللمفاويت تي 8 القاتلة. إذا أعطتنا اللمفاويت تي 8 القاتلة، إذا تحولت اللمفاويت تي 8 إلى لمفاويت تي 8 قاتلة. متى؟ مي كان هناك حقن إضافة للتي 8 تي 4. إذا تي 4 والتي 8 راهم خلايا مختلفة. لاحظوا تي 4 كتكون كما كنقولوا بمعاونة، واحد العامل معاون كتعاون شكون؟ كتعاون اللمفاوي بي باش كتنتج لنا مضادات الأجسام. في هذه الحالة إذا حنا في استمرار للدور السابقة راه شفنا إنتاج مضادات الأجسام، وشفنا اللمفاوي تي 8 اللي كتقضي لنا على الخلايا السرطانية وعلى مولدة المضاد مباشرة، كتقضي لنا على الخلايا المعفنة مباشرة اللي كتكون محمولة بفيروسات أو جراثيم داخلية داخلة في وسط الخلايا. إذا هنا اللمفاوي تي 8 تم القاتلة تم إنتاجها، وتم يعني تحولت اللمفاوي تي 8 إلى تي 8 القاتلة بوجود تي 4، وبالتالي غيكون ممكن القضاء على الخلايا السرطانية. إذا سوف نحلل هذه التجارب ونستنتج شروط الحدوث الاستجابة المناعية. نديروا الخلاصة ديالنا. إذا في التجربة الأولى كنتعرفوا أن اللمفاوي بي وحدها غير قادرة على إنتاج مضادات الأجسام، اللمفاوي بي وحدها غير قادرة على إنتاج مضادات الأجسام، هذوك استنتجت. اللمفاوي تي 8 وحدها غير قادرة على تدمير الخلايا السرطانية، إذا
النافو بي اذا هي اللي كتدخل في المناعه الخلطيه. اذا ما يقدرش يوقع لنا مناعه خلطيه وانتاج مضاد الاعصاب اذا كانت النافو بي موجوده لوحدها. كذلك النافو تي 8 اللي كتكون الدور ديالها في المناعه الخلويه ما كتقدرش تكون دمر لنا الخلايا السرطانيه اذا كانت موجوده لوحدها. وعند تزويد الفئران الخاضعه للتشعيع بالكريات اللمفاويه تي وبي تكون هذه الاخيره قادره على انتاج مضاد الاجسام. ملي كنعطيوها الفئران كنعطيوها الكريات اللمفاويه بي والتي معا كتكون قادره بانتاج مضادات الاجسام. اذا ما كيتم انتاج مضاد الاجسام من طرف بي حتى تكون موجوده تي. خص الكريه اللمفاويه بي يعني الخلايا اللمفاويه بي الوحده ما يمكنش يتم انتاج، خص تكون تي معها. اذا الاستنتاج الثالث هو عند تزويد الفئران الخاضعه للتشعيع بالكريات اللمفاويه تي 4 و تي 8 تكون هذه الاخيره قادره على تدمير الخلايا السرطانيه. ملي كنعطيو الفئران اللي خضعت للتشعيع تي 4 و تي 8 كيتقدر تدمر لنا الخلايا السرطانيه. اذا كيوقع ممكن يحدث الاستجابه المناعتيه الخلويه. اذا الاستنتاج العام هو انه يتطلب حدوث استجابه مناعتيه من اجل انها توقع لنا استجابه مناعتيه ونصدوا الجراثيم اللي كتعرضها الجسم ديالنا. خص يكون تعاون خلوي، اذا خص يكون تعاون خلوي بين جميع انواع الخلايا المناعتيه. خص كل الخلايا المناعتيه تعاون. راه كاين تجارب اخرى كتخص بالعاميه حتى هي نفس الشيء، راه ضروري الخلايا المناعتيه تكون موجوده كتعاون فيما بينها. اذا خاص تكون البلعاميات اللمفاويت بي واللمفاويت تي وبنوعيها تي 4 وتي 8 موجودين بهذه الانواع اربعه تكون موجوده، وذلك من اجل التعرف على مولد المضاد. الهدف من هذا الشيء كامل يكونوا موجودين شنو هو، حيث كل هنا خصنا نعرفوا ان كل كريه لمفاويه او كل خليه مناعتيه عندها دور معين. اذا الدور شنو هو؟ التعرف على مولد المضاد، ابطال المفعول ديالو والقضاء عليه. نشوف واحد الخطاطه هنا، عندنا خطاطه كتبين التعاون بين الخلايا المناعتيه. اذا هنا عندك المولد المضاد ها هو، وعندك هنا البلعامية الكبيرة غادي تحاول تقوم بعملية البلعامة، وفي نفس الوقت كتقوم بتحسيس الكريات اللمفاوية. إذا كتقوم بتحسيس الكريات اللمفاوية يعني كتحسسهم، أي بالتالي لماذا؟ لأن البلعامية الكبيرة هي كتكون في اتصال، يعني هي بحال كنقولوا خط الدفاع الأول، ديما هي كتعرف بجورتهم ولا كتوصل بجورتهم او المولد المضاد الاول وهلا، بالتالي هي اللي غادي تحسس لنا الكريات اللمفاويه تي او الكريات اللمفاويه بي بمولد مضاد. اذا كتجي البلعاميه كتحسس الكريات اللمفاويه تي والكريات اللمفاويه بي بمولد المضاد، وبمساعده تي 4 كيتم انتاج مضادات الاجسام من طرف ها هو مضاد الاجسام طرف الكريه اللمفاويه بي والكريه اللمفاويه تي. كتقوم بالسميه الخلويه وكتحول الى ماذا؟ الى لمفاويه تي قاتله، وكتقوم بالقضاء على الخلايا المعفنه اللي تعفنت بمولد المضاد. اذا هنا كنكونوا نهينا هذه الفقره الخاصه بالتعاون المناعتي و اصل الخلايا المناعتيه. كنشكركم على الانتباه ديالكم و نشوفكم في دروس اخرى ان شاء الله، غنتعرفوا بعدها على طرق تدعيم الاستجابه المناعتيه. هنا كنشوفوا الملخص اللي غادي نعطيكم هو هذا. اذا ها هو الملخص، غنطلع عليه. اذا ها هو نفس الشيء. اذا هنا بدينا بتكامل الاستجابه المناعتيه. اذا نتوما غادي تاخذوا تكامل الاستجابه المناعتيه. اذا عندنا هنا كما شفنا درنا التشعيع
وبعدها حقنا الكريات اللمفاويه لهذه الفئران هذه. اذا عندنا هنايا عندنا اذا نقدر يكون عندنا هنا تجارب اخرى اضافيه كما كتشوفوا عندنا التشعيع. درنا الحقن الجرثومي، اذا التشعيع كما قلت لكم التشعيع هو كيدمر لنا الكريات اللمفاويه، بالتالي ملي كنحقنوا الجراثيم ما كيعطيناش انتاج عدم انتاج مضادات الحسن اللي غتصد لنا لهذا الحقن الجرثومي. اذا المرحله الثانيه كنديروا التشعيع وكنحقنوا الكريات اللمفاويه بي، وكنلاحظوا عدم انتاج مضادات الاجسام كما قلنا عدم انتاج مضادات الاجسام. وعندنا رغم ان مضاد الاجسام كيتم انتاجها من الكرات اللمفاويه بي، ولكن راه كما شفنا راه خاص هنا. اذا هنا غادي ندير معكم بحال الشكل نعاودوا هذا الشيء. اذا هنا كان ضروري خاص يكون اللمفاوي التعامل المناعي كما شفنا. اكيد ملي غنديروا حق الكرات اللمفاويه تي كذلك ما يتمش انتاج مضادات الاجسام. لماذا؟ اكيد هنا الليمفوت تي اصلا ليس دورها انتاج مضادات الاجسام، لكن هنايا ملي كنحقنوا الكريات اللمفاويه تي وبي في نفس الوقت بعد التشعيع كنشوفوا انتاج مضادات الاجسام. اذا من اجل ان يتم انتاج مضاد الاجسام خص تكون الكريات اللمفاويه بي موجوده الى جانب الليمفوت تي. المرحله الثالثه عدم اخضاع التشعيع، ما درناش هاد التدمير الكرة اللمفاوية اكيد غيتم انتاج مضادات الاجسام. اذا هذا هو التعاون المناعتي، هادو هما النتائج، هذا هو الاستنتاج. اذا اكيد التجربة الاولى الكرة اللمفاوية مسؤولة عن انتاج مضادات الاجسام، يعني الكرة اللمفاوية بي، الكرة اللمفاوية بي وحدها غير قادرة على انتاج مضادات الاجسام، والكرة اللمفاوية تي لا تفرز مضادات الاجسام. اكيد هي راه حنا راه شفنا عارفينها ما كتنتج ما كتفرزش مضادات الاجسام، دي راه ماشي هو الدور ديالها انتاج مضادات الاجسام، بل دورها ما يسمى السميه الخلويه. وعندنا اللمفاويد تي وبي ملي كيكونوا موجودين بجوج كيتم انتاج مضادات الاجسام، وبالتالي كيكون عندنا تعاون وتكامل بين الكريات اللمفاويد تي وبي لانتاج مضادات الاجسام. اذا الاستنتاج كيتطلب انتاج مضاد الاجسام من طرف الكريات اللمفاويه، وجود الكريات اللمفاويه تي. اذا الكريات اللمفاويه بي هي اللي غتنتج مضاد الاجسام، ولكن باش تنتجها خص تكون موجوده الكريات اللمفاويه تي، خصوصا هنا شفنا الكريات اللمفاويه تي 4 اللي هي كما كنقولوا كتقوم بتحسيس هاد الكريات اللمفاويه بي والتي 8 بجوج. هناك اذا تعاون وتكامل بين الكريات اللمفاويه بي والتي وكذلك البلعاميات كذلك من اجل اقصاء كل عنصر اجنبي. اذا ها هو هذه كتبين لنا هنا هذه الخطط المهمه، كتبين لنا دور الكريات اللمفاويه تي 4 في الدفاع المناعي. اذا اللمفاويه تي 4 شنو هو الدور ديالها؟ تي 4 كتفرز لنا، هي ما كتقضيش على الجراثيم، ولكن هي كنشوفوا غنتعرفوا على الدور ديالها، عقلوا عليها غنتعرفوا على الدور ديالها اكثر في الاضطرابات المناعتيه اللي هي السيدا. غنشوفوا الدور ديالها ونشوفوا الاهميه ديالها كثير، لانها كتفرز لنا مواد منشطه كتنشطنا اللمفاوي تي وكتنشطنا اللمفاوي بي في نفس الوقت. بالتالي ملي كتنشطنا اللمفاويد تي كتحول اللمفاويد تي الى تي قاتله، وكتدمر لنا الخليه المعفنه الهدف، ها هي كتدمر عن طريق افراز مواد كتحدث ثقب بهاد الخليه وكتدخل السوائل لهاد الخليه وكتنفجر. هذه اللي كتسمى العمليه هي السميه الخلويه، وكتفرز لنا وكتفرز لنا اكاديمه مواد منشطه بالنسبه للنفوي بي، باش ملي كتفرز هذه المواد المنشطه كتحول النفوي بي الى ما يسمى بلزميه. اذا هنا كتحول النفوي تي الى تي قاتله، والنفوي بي كتحول الى بلزميه. هذه البلزميه كتكون قادره على افراز مضادات الاجسام، كي تكون عندنا مضادات الاجسام جاهزه باش تفرز. وملي كتفرز مضادات الاجسام هذه مضادات الاجسام كترتبط مع
مع مولد المضاد وكتشكلنا مركب مانع، بالتالي كيتم القضاء عليه. وشفنا بعدها أصل الكرات الليمفاوية، أصل الكرات الليمفاوية، أن الإنتاج الكرات الليمفاوية وباقي الكريات الدموية كيتم انطلاقا من خلايا أم الكريات الدموية، كتكون بالنخاع العظمي. إذن كتكون بالنخاع العظمي الكريات الليمفاوية بي كتحصل على كما يقولوا الكفاية المناعتية مباشرة في النخاع العظمي، والكريات الليمفاوية تي كتمر للغدة السعتية باش تكمل النمو ديالها، وكتحصل على الخاصيات ديالها أو الكفاية المناعتية، كتحصل على الكفاية المناعتية بعد تكون الكرات الليمفاوية. إذن تنقل إلى باقي أعضاء الجهاز المناعتي. إذن هنا مي كتحصل على الكفاية المناعتية، هاد الخلايا هادي كتخزن في الأعضاء الجهاز المناعتي اللي هما الطوحان والغدد الليمفاوية وغير ذلك. إذن هنا خطاطات، عندنا الخلايا الأم للنخاع العظمي، إذن ها هو النخاع العظمي كيكون في العظام الطويلة. هنا كيتم إفراز الليمفاوي بي والليمفاوي تي، كيتم اكتمال بالنسبة لهم بجوج، كيتفرزوا كيتم إنتاجهم في النخاع العظمي، بينما كتكون الليمفاوي بي جاهزة، لكن الليمفاوي تي كتمشي بحال اللي خاصها تزيد، بحال أكثر من كيما نقولوا بحال اللي غادي تزيد للجميع، غادي تزيد بحال نقولوا تقرا أكثر، خاصها تكمل النمو ديالها في الغدة السعتارية حتى تمشي للغدة السعتارية كتصبح جاهزة. وبعد ذلك لا الليمفاوي تي كتم تخزينها في الطحال وفي الغدد السعتارية، الليمفاوي بي والتي كتم التخزين ديالهم في الطحال والغدة السعتارية. إذا كما قلت لكم الفقرة الموالية كتكون هي تدعيم الاستجابة المناعية. كنشكركم على الانتباه ديالكم.